السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بعد تداول الاف من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي وسما يطالب بخفض اسعار المحروقات وبرحيل رئيس الحكومة عزيز اخنوش، برلمانية تنفجر في وجه وزيرة الانتقال الطاقي وتفضح حقائق صادمة بهذا الخصوص، لنستمع اليها. المواطن اليوم في ظل الحكومة تضارب المصالح كيأدي من دون رحمة الضرائب على المحروقات، ثمن غلاء البترول في السوق الدولية، الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات اللي كتستافد من إعدام شركة لسامير. كاين إمكانية السيدة الوزيرة باش يعاود يتشغل هاد لسامير وينتج في ستة أشهر بكل فما كتجاوز 2 مليار ديال الدرهم. أرجوك سيدة الوزيرة قولي للمغاربة الحقيقة، قولي لهم بأنكم كتعملوا على فتح مجال أمام شركات المحروقات باش دير بالمغاربة باش أش بغات ووقت ما بغات والثمن اللي بغات. قولي لهم ان هذه الشركه اللي المفروض انها تكون متنافسه كتقوم بشراء وتخزين مشترك، ان يعني وهو سلوك كيخرق قانون المنافسه. قولي لهم ان هذه الشركه كترفع في الثمن بسرعه صاروخيه في انتهى الوقت. سيدة النائبه المحترمه، شكرا.